لكن خليني انقل على عمرو دياب ومحمد منير. ماله؟ محمد منير لما جه للموسيقار هاني شنودة كان مرفوض من بعض الـ يعني اختبارات الإذاعة، كان عنده مشكلة مثلا انه بليغ حمدي رفض انه يلحن له. لا لكن لا لا لا، هو عبد الحليم منصور الله يرحمه قال لي منير استنى عند بليغ سنتين وعمل له حاجات اشبه ما يكون بعبد الحليم، ومش دي السكه اللي احنا عايزينها له. ايوه فاحنا جايين لك عشان انت سكه جديده، كان سمع الحاجات الاطفال اللي انا عملتها لشوقي حجاب، ايوه والاستاذ شوقي حجاب هو اللي اقنعني بالتلحين، وهو اللي جاب عبد الحليم منصور، هو اللي جاب لي محمد منير على فكره. ها بس انا قلت له يا منير لو هعمل سكه جديده يستحسن اجرب، مش نعمل خش الاستوديو على طول، فهات لي حد من دف نوبي وانا هجيب الناس بتوعي بقى، بيس جيتار ودرامز والكتريك جيتار وانا كيبورد وبتاع، نشوف ده هيعمل ايه. ما كانش على الكره الارضيه حاجه اسمها درامز مع دفوف ايوه ومع بيس جيتار ومع الكتريك، عشان ما حدش بقى يقول لك اصل انا اللي عملت، وانا انا دي عملتها، ايوه حاجات تانية الناس عملوها لكن دي حاجتي. وسجلنا بقى في البيت، قلت له غني لنا اي حاجه من الفلكور بتاعك، فغنى دنيا رايحه ودنيا جايه، انا كتبت الهارموني ووزعته على الناس بتوعنا. كنت شايف نجاح منير وقتها؟ تاني يوم الصبح انا سجلت، كان عندي ريكوردر سجلت، قلت له ما تاخدش مني اي كلام، يمكن احنا عاملين حاجه زفت، يمكن عاملين حاجه حلوه قوي، ايوه لان دي حاجه جديده. فسيبنا نسمع تاني يوم ولا حاجه. انت عارفه انت وانت في العمل، وانتوا عارفين الكلام ده، وانت انفولف في العمل بيتهيألك انه حلو. لما بتطلع برا او بتخلص. ايوه قال لها كان حقي عملت. وأون ذا اذر هاند من الناحيه الثانيه، انت في العمل ممكن تحس ان العمل ده زي الزفت، تطلعي بره تاني يوم تقولي الله انا ما كنتش واخده بالي انه كده، لان في حد ضايق، واحد جه ده حصل مع منير. تاني يوم الصبح انا صحيت سمعت، رحت مكلم الشركه قلت لهم انا مستعد اشتغل مع منير. وحبيت التجربة حبيت التجربة وحبيت منير على فكرة، عبد الرحيم وكده، وكنا شلة جميلة. ها عمرو دياب، بس ما أقولك النيك نيمز بتاعتنا، النيك نيم عبد الرحيم منصور كان مسمي منير رماح، لأن منير ده كان ياخد القاهرة من أولها لآخرها. مسمين أنا القديس، ما أعرفش ليه. ليه القديس؟ أنا ما أعرفش، ما سألتوش. وسيد سيد حجاب العم، العم وعبد اسمه ده الابدودي الخال، وكل الاسامي دي كلها كنا ننادي بعض بيها. ايوه ومنير كان رماح، رماح طويل وزي رمح، وواخد القاهره من اولها لاخرها كده ماشي.